بتقولي ايه يا ماما؟ يستحسن ما تخرجيش دلوقتي. ليه يا ماما؟ ده انا رايحه عند ناديه زميلتنا وكلنا رايحين لها. يا بنتي دلوقتي الساعه 6، قبل ما توصلي لها تاخدي لك ساعه مواصلات وتقعدي كمان معاها ساعه وساعه رجوع، يعني ترجع الساعه 9. طب وفيها ايه يا ماما؟ ما هو يا بنتي مش عارفه اقول ايه. ما هو يا بنتي انت دلوقتي وضعك حساس شويه. ايه من ناحيه ايه؟ انا مش فاهمه. ما هو يا بنتي من يوم ما مات المرحوم جوزك بقى خروجك ودخولك محسوب عليكي، والناس ما بتسيبش حد في حاله. انت عايزه الناس يتكلموا عليكي ولا ايه بقى؟ انت يا ست ماما ما تشوفي لك حل في ابنك ده اللي كوش على الهدوم كلها. سيبك منه يا مجدي، انا هطلع لك بنطلون من اللي شايلهم عندي في الدولاب الجداد بتوعك عشان تخرج بيه مع اختك سميره. لا متشكر، هو انا بتخانق من الصبح عشان اخرج مع اختي سميره؟ انا عندي شغل مهم، محدش حاسس بيا. انتوا عايزين تقضوا على مستقبلي. طيب ابعت لي يسري. يسري خرج. حبيبتي روحي لها بكره وانت راجعه من الشغل عشان خاطري. يسري ده كل حاجه يكوش عليها. كوش قبل شويه نررررا بعدين رد عليا لو كوشتك. يلا يا واد لا كوش بلا موش. يلا قدامي. حضرتك خارجه يا ماما؟ لا يا حبيبي مش خارجه. هما مش عايزين يخرجوكي؟ لا يا حبيبي انا هقعد معاك. She seems. اهلا يا ماما. حليت الواجب يا حماده؟ ايوه يا نانا. شاطر يا حبيبي. عارف احسن حاجه تعملها ايه دلوقتي؟ تروح يا سيدي تقعد في البلكونة. انت مش بتحب الهوا؟ انا بحب اقعد مع ماما. طب ما انت هتقعد مع ابله راوي واحنا كمان هنيجي نقعد معاك، بس انت روح دلوقتي. اروح يا ماما؟ روح يا حبيبي. اختي عليها يا اختي. في حاجة يا ماما؟ ايوه. خير؟ خير طبعا. بقولك ايه، جالك عريس. ايه رأيك؟ في ايه؟ نقول له يجي بكرة؟ لا يا ماما لا، انا اتحرمت منك كتير وانا صغيرة. انا اتربيت عند تيتا، صحيح كانت بتحبني لكن عمرها ما عوضتني عنك. الحرمان شيء فظيع يا ماما، فظيع. لكن انا ما تخليتش عنك، انا كنت دايما ماما.
انا مش بحاسبك على اللي فات، بس انا مش عايزه اللي حصل لي يتكرر تاني. انا عارفه ان ده الشيء اللي مخوفك، وايه رايك انه مش هيحصل تاني؟ بالعكس يا بنتي، الراجل ما قالش حاجه، قال هيعتبر احمد زي ابنه تمام ويحطه في عينيه الاتنين. مش دي المشكله اللي مخوفاكي؟ خلاص تبقى المشكله اتحلت. سمير، انت ما تعرفيش قد ايه كلنا فرحانين، وانا فرحانه وقلبي مطمن. خلاص يا بنتي، نقول له يجي؟ خلاص يا سمرة، ربنا يسعدك يا بنتي، ربنا يسعدك. انت يا بنتي محتاجة الراجل. انت من حقك تعيشي وتستقر ويكون لك بيتك المستقل. كل ست يا بنتي محتاجة الراجل، الست ما تقدرش تشيل المسؤولية كلها لوحدها. انت محتاجة الراجل يقف جنبك يحميك ويساعدك. محتاجة الراجل، 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 محتاجة الراجل. يا ماما انت لسه ما خرجتش؟ مش قلت لك تاخد احمد وتخرج؟ ما هو ماما بيلعب عند الجيران اللي قصادنا. يا ابني افهم بقى، قلت لك خده بعيد عن البيت الساعه دي خالص. طب وش معنى انا بس يا ماما؟ وطي صوتك يا ولد، اخوك مجد راح يجيب كشاكين من عند زمايله. هو انا كل حاجه اقول لك؟ وطي صوتك يا اخي. ايه ده؟ انتوا ما عملتوش تلج زياده؟ يا بنتي اتصرفي بقى عشان تخش تشوفي اختك، دي الخيبه دي. يو يا ماما، ده انت عصبيه قوي النهارده. يلا يا اختي يلا. يسري. ايوه ماما. خلصني يا حبيبي. طب ايدك على الفلوس يا ماما. ابقى خش خد من جوه يا حبيبي. طب حاضر. يلا حاضر. ايه 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 في ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. طب ايه؟ ما تبطلوش طلب فلوس؟ معلش اسكت انت بقى وخش اقعد مع الضيف. حطوا صوتكم ما تفضحوناش. يلا يا سمير علشان الناس ما تقلقش. سمير خلاص لبستي؟ حاضر يا ماما حاضر. يلا يا حبيبتي، عايزاك تفرفشي كده وتبقي على حريتك. انت يا ست ماما ما تشوفي لك صرفه في ابنك ده، لا خلي لك ليلته مش فايده. اخص عليك وعلى ملفظك، في انت راخر. هو انا كل مكوى قميص يجي بسلامته ياخده ويخرج؟ انا نص سرويت رايح على المكوى. يا ابني يا حبيبي، هو انت ما عندكش غير القميص ده؟ يا اخويا اتصرف، انتوا بقيتوا كبار. كبار على فكره، في 17 واحد من صحابي هيجوا. لا ممدوح مش جاي، 16 واحد من صحابي هيجوا كمان شويه. حاضر، على ما يجوا هفضلكوا الصالون. يلا بقى. Thank you.
يا بنتي، ربنا يهديك يا حبيبتي. محمود بيه الحلو، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة. أهلا وسهلا يا هانم، ربنا يوفقنا إن شاء الله ويقدرني إن أكون جدير بثقة سيادتكم. ربنا يقدم اللي فيه الخير. ده شرف كبير قوي لينا يا محمود بيه. العفو يا أستاذ إسماعيل، وتأكدي يا سميرة هانم إنك هتكوني في عينيا الاتنين، وابنك هيكون زي ابني تمام. امال انت فاكره ايه؟ بس انت ما قلتليش كده يا ماما. هو انا يا بنتي بعرف اتكلم معاكي؟ ده انت ما بتدينيش اي فرصه عشان اعرف اتفاهم معاكي في اي حاجه. نفسي كده تفتحي لي قلبك وتصرحيني. يا ماما ده قد ابويا، ده انا زي بنته. اهو انت دايما تهولي في كل حاجه. الراجل بيحبك وشارينا. يا ماما ده مراته موجوده وعنده بنتين، معنى كده ان قلنا لك ان بنته الكبيره عايشه مع امها من يوم ما اتطلقوا، وبنته الصغيره هي اللي هتعيش معاكم، واظن ما فيش مانع لانك انت كمان عندك ولد وهيعيش معاكم، والراجل موافق على كده. فيها ألم يخف واشعر فيها اني راح انام طول الليل مع بانادول نايت. انعم بليلة هانئة وراحة من الألم، واصحى كلك نشاط وحيوية. التحرر من الألم يبدأ بانادول. ماما عندها لمسة سحرية، حين تلمس الصدر تروح الكحل، يروح الخشم المسدود. ليس سحر، إنه فيكس فيبر رب، يحتوي على زيت شجرة الأوكاليبتس لتخفيف السعال، والمنثول لإزالة احتقان الأنف. ليلة نوم هادئة مع فيكس فيبر رب. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على؟ هذه مصيبة. تبغى تتخلص مني؟ طيب على قاعد الحشيش، انت ليش ما تردين على ليش؟ شميت فعله على حاله وعلى سيارتي. ترفتيني في عيشة. والله انت اللي عيشة تلتقامي. أرجوك يكفيني العذاب اللي عم عايشه في اليوم. هون حياة جديدة، الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده بره حال. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاه. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني.
سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. أنا قصة إنسان. لابد أن أجد ابنة رالف مهما كان الثمن. ادخلي. تعيش يائسة في مكان ما، يا لها من مسكين. لم تنهي ذلك بعد؟ دائما حظي سيء لأنني لم أستطع البقاء قرب الآنسة الصغيرة. سالي، ما الذي فعلتي؟ سالي يوميا 4:30 مساء على قناة ذكريات. رهيبة من الزاوية، إبداع رائع. إذا ما سقط لليمين فليسقط إلى الشمال. شقلبة خلفية بانطلاقة رائعة جدا، مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. سمير، احنا لازم نكون صرحة مع بعض في المسائل دي خصوصا. انت مش صغيرة يا بنتي ولازم تفهم الدنيا ماشية ازاي. مفيش حد يقبل يتجوز واحدة مطلقة او ارملة او عندها ولد الا اذا كان هو كمان ظروفه زيها. ايوة، يعني مطلق ارمل عنده اولاد كبير في السن. لكن مفيش شاب ما اتجوزش يقبل يتجوز واحدة وعندها ولد. هي دي الحقيقة يا سميرة، ولازم تفهميها كويس عشان ما تتعبيش يا بنتي ولا تبني أمال على حاجات من الصعب إنها تتحقق. في إيه يا ماما؟ اقعد يا حمادة، عايزة اتكلم معاك شوية. حاضر يا ماما. طبعا انت عارف ان ده مش بيتنا وان ده بيت ماما واحنا ضيوف عندهم، وطبعا انت عارف ليه. ايوة يا ماما، عشان بابا مات واحنا جينا نقعد هنا. مظبوط. شوف انت، شوف انت كبير وفاهم ازاي، وطبعا انت يهمك ان يبقى لنا بيت لوحدينا، بيت واسع ما فيهوش ناس كتير، ويبقى لك فيه اوضه لوحدك تنام فيها وتذاكر فيها، مش كده يا حماده؟ ايوه يا ماما، بس ما تسيبنيش لوحدي في الاوضه. طبعا يا حبيبي، انا هبقى معاك في نفس الشقه. طب ما تيجي نروح الشقه يا ماما، اصل انا بصراحه متضايق وبحس انهم بيضايقوكي. كل ما اتكلم يقولي انت بتعمل دوشه. معلش يا حبيبي، ما احنا لما هنروح الشقة الجديدة بتاعتنا هنتكلم ونجري ونلعب زي ما انت عايز. ما انت عارف يا حمادة ان الشقة القديمة متأجرة. خلاص يا ماما، روحي الشقة دي، عاوز اشوفها. ما انت هتشوفها يا حبيبي.
بس هو حيكون فيها ناس تانيين حيعيشوا معانا، حيحبوك ويحلوا معاك الواجب. يعني حيكون فيها واحد زي بابا تمام، مش هيخليك محتاج حاجة أبدا. يعني هيعيش معانا واحد بدل بابا؟ أيوه، هيعيش معانا واحد بدل بابا، وهتبقى انت زي ابنه تمام. اصل هو اللي هيودينا الشقة الجديدة. اهلا يا مولى، كنت فين؟ الله، ايه هنا؟ في ايه يا مولى؟ سمير، انا مش مقتنعه بالعريس اللي جاي. مش مقتنعه؟ طب ليه ما قلتيش الكلام ده من الاول؟ انا مش عاوزاكي تتجوزي اي حد لمجرد انك تخرجوا من بيتكم وبس. لا، انا منى، انت عارفه حاجه ومخبيها عليا؟ انا مش هخبي عليك حاجه، كلهم مكسوفين يقولوا لك، لكن انا صممت اقول لك على كل حاجه. في ايه؟ محمود الحلو متجوز. مش مطلق مراته من زمان زي ما كنا فاكرين. بنته جات لي النهارده عشان تقول لي كل حاجه. بنته؟ ايوه، عندها 17 سنه وكانت عايزه تقابلك. جات لي والدموع في عينيها وقالت لي ارجوكوا سيبوا بابا، سيبوه ليا والماما. مش انت اللي تضعفي لما تعرفي الحقيقه، عشان كده انا صممت اقول لك كل حاجه.
عملت ايه يا راوية؟ سبتيها ليه؟ ماما استحسن نسيب سميرة في حالها. يعني نسيبها متنكدة كده وقافلة على نفسها؟ هو اللي حصل لها ده شوية الصدمة كبيرة بالنسبة لها. الله يجازي اللي كان السبب. لكن انت كلمتيها؟ يعني قالت لك حاجة؟ وايه فايدة الكلام دلوقتي؟ انت مستهترة بالموقف ده؟ يا ماما حرام عليكي. حرام عليا. غصبت عليها اتجوزي وهرجت براجل من سن بابا واكبر منه كمان، متجوز ومخلف وعنده بنت كبيره، وكل ده بسبب الحاحك انت وضغطك عليها. يوه انت كل حاجه تجيبوها فوق دماغي، وفي الاخر يطلع متجوز وما طلقش مراته، وبنت تقول سابولنا بابا، يعني كأنها لفت على واحد متجوز وخدته من مراته وولاده. شوفي يا اختي البيت. كتبتوا عليها ليه؟ ليه يا ماما؟ احنا كذبنا عليها. على الاقل دريتوا عليها ليه؟ احنا كنا نعرف كل الحاجات دي. وتتسرعوا ليه قبل ما تعرفوا الظروف؟ يعني ليها حق تتصور ان احنا عايزين نتخلص منها؟ هي قالت لك كده؟ مش لازم تقول، كفايه انها تحس كده. يا ماما حرام حرام. سمير، سميرة، وبعدين يا بنتي هتفضلي حبس نفسك كده لحد امتى؟ لحد ما اموت. بعد الشر عليكي، ليه بتقولي كده يا بنتي؟ عشان هي دي الحقيقة يا ماما، انسان ملوش قيمة يبقى الموت احسن له. بعد الشر عليكي، مين اللي قال ان مالكيش قيمة؟ ده انت وردة وفي عز شبابك. وردة؟ انا لو كنت وردة بصحيح ما كنتش اندس بالرجلين، ما كنتش اترمي، ما حدش بيرمي الورد ويدوس عليه يا ماما. يا بنتي انت دايما تكبري. هرجوك يا ماما ما تقوليهاش، كفايه بقى. في ايه اكتر من كده؟ في ايه؟ في ايه تاني؟ مش بايدينا يا بنتي. امال بايدين مين؟ اوعي تقولي لي الظروف والمجتمع والناس. الناس اللي بيقولوا عليا خطافه، الناس اللي بعتولي بنت تقول سيبولنا بابا سيبوهولنا. سمير أرجوك يا ماما، كفاية كفاية. أنا إنسان، أنا بشر بحس وبتألم. أنتوا ليه عايزين نعيش بقية حياتي كلها في عذاب ورعب؟ ليه عذاب إيه بس ورعب إيه يا بنتي؟ رعب، رعب من المفاجآت اللي بتفاجئوني بيها كل يوم. تعالي البسي، في راجل هيشوفك عريس. خلاص مش قادره، انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. الجوازه اللي هتحصل دي مش جوازه، مش عايزه ارسال يا ماما، مش عايزه ارسال. سنترم وأخذ خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها.
الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألمي يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. سيديكم مع خبرك اللي يحب الله حد وارضي بعد. حفلات ولحظات ما تتكرر. لو عرفتني ما تلوميني. مهرجانات أحياها نجوم وفنانين على أهم مسارح العالم العربي. ذكريات منوعة ما يمل منها الوقت. يلي عيونك دنيا دل حدد جدد وميل يا حب على حبيبي وقل علينا يميل. انت ما مثلك بشر يا قمر 15. ألحان وأصوات مميزة نستعيد معهم أمسيات غنائية. ذكريات منوعة الجمعة الساعة 11 مساء على قناة ذكريات. يقول لك يا عمي الغابة تخوف بالليل. كني سمعت صراخ. المواجهة حتمية يا شباب، واللي يتعرض الأمن القرية هذا دواه. ضرغام انقذ عمك يا ضرغام. ويل أمة مسعر الحرب لو كان معه رجال. يخوفي ليكون بسلطة ظالم علينا. لكن خذ حذرك قبل لا يفوت الأوان. الليلة الليلة وانا ظالم. بحيرة الضفادع يومياً 5 مساء على قناة ذكريات. قلت لك ماني نفسي عبد الرحمن. يعني كذا من ورق ولكم الصباح ادور عليك ما لقيتش 100%. لا وينك يا احمد وينك؟ انا قريب منك. بس انت ضيعت علي كل شيء. انت ايش قاعده تقولين؟ ايش مو هذا الرجال؟ لازم اقنعك يا ابراهيم باي طريقه. 30 مليون. ما احب اخوي اللي اصغر مني يجيني ويشرح لي شلون اتعامل مع ابوي. بدك يعني يصير خدامه ممرض عند حضره بيا؟ ليه تكره ابوي كل هذا الكره؟ ليه؟ ترى ارض البحر يا احمد. طلع هين. بصراحه ما حق. ان ما دفعك الثمن غالي. قلوب من ورق يوميا 9 مساء على قناه ذكريات. يا صفية شو سيبني دلوقتي يا اسماعيل. وانا كل ما اكلمك تقولي لي سيبني دلوقتي يا اسماعيل. احنا خلاص هنمشي من هنا يا ماما. احنا هنروح عند مين؟ اي حته. مش المهم تبقى معايا وبس يا حبيبي. ايوه يا ماما يلا نمشي من هنا عشان هما مزعلين. نمشي وناخد العفش كله ومنجيش هنا تاني. لا احنا مش هناخد العفش دلوقتي، هنبقى نيجي ناخده بعدين. احنا رايحين عند تيتا ام حسين. يلا. سمير. ايوه عمي. انتوا خايفين يا بنتي؟ الله، ايه الشنطه دي؟ اصلا انا ماشيه. ماشي رايحين فين؟
بحكايتك يا بنتي يا سمير، ده انا كنت عايز اعتذر لك عن اللي حصل. صدقيني انا ما كنتش عارف ان الحكايه بالشكل ده ابدا، ولا انا يعني غاوي ابهدلك يا بنتي. يلا مش كلام فارغ، يلا حط شنطتي واقعد. معلش يا عمي، انا همشي واقعد لي يومين وبعدين ابقى. تقعد يومين يعني تقعدي في الوكاندا؟ لا لازم اشوف حكايتك ايه. تعالي يا صفية. صفية. ايوه يا اسماعيل. حاضر. نعم حصل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ سميرة يا ستي هتسيب لكم البيت وتمشي. تمشي؟ تمشي ازاي يا بنتي؟ مش عيب كده؟ احنا ما عملناش حاجة تستاهل ده كله. ما حصلش حاجة يا ماما، بس انا لازم اعتمد على نفسي، لازم اخرج. ليه كده يا سمير؟ ازاي فكرت انك تسيبينا وتمشي؟ انا مش عارفة، بس انتوا ليه مكبرين الحكاية بالشكل ده؟ انا لازم اعتمد على نفسي ولازم اخرج من البيت، وانا هفضل قاعدة هنا على طول ولا ايه؟ ما انت مسيرك تتجوزي يا بنتي. انا مش عايزة اتجوز، مش عايزة اتجوز، مش عايزة اتجوز. كفاية بقى، انا زهقت زهقت. كفاية كفاية. طيب خلاص، حقك علينا، حق عليا، ده انا عايزه مصلحتك. مش دي مصلحتي. حتى لو كانت دي مصلحتي انا مش عايزاها. مصلحه ايه دي اللي هتعذبني العذاب ده كله؟ عرفت ليه انا عايزه امشي من البيت؟ عشان طول ما انا قاعده عندكم هنا هتفضلوا مستنيين اليوم اللي همشي فيه، يوم العدل، يوم السعي. لا حول ولا قوه الا بالله. كويس كده زعلوها. انت كل حاجه تجيبها على دماغي. مش انت اللي جبت العريس؟ تعالى يا احمد اقعد معانا. لا انا همشي مع ماما. لا يا حبيبي، ماما مش هتمشي. تمشوا تروحوا فين؟ بس مش كلام فارغ. الناس تقول علينا ايه؟ رابيه تعالى يا بنتي خد الشنطه. لا مش معقوله بقى يا سميره، ما تهتميش بينا كلنا بالشكل ده. احنا كلنا بنحبك وعاوزينك معانا. خلاص يا ستي، واللي حصل ده مش هيحصل تاني. من هنا ورايح اي حاجه بتغضبها بلاش تتعمل. حاضر، اعتبرينا غلطنا يا بنتي، احنا قصدنا مصلحتك. بقى سميره العقله تعمل كده؟ خلاص بلاش جواز ما دام ده بيريحك. خلاص. المهم في الموضوع دلوقتي اي حاجه عايزاها لازم تتنفس عشان ما يحصلش اي زعل. ما هي الحكايه واضحه. هي بابا ما حدش لا يكلمها في جواز ولا يلح عليها في حاجة ما هياش مقتنعة بيها. أي ست في الدنيا بتتمنى الجواز، بس مش ده الجواز اللي أنا عايزاه. أنا عندي ابني اللي اديته حياتي كلها، مش عايزة أكتر من كده. وإن جه نصيبي في الجواز يبقى لازم أنا اللي أختار. أنا مش هتجوز عشان كلام الناس أو أحل مشكلة حد أو أرضي حد، لأ. أنا هتجوز لما ألاقي الإنسان اللي أنا عايزاه وأختاره بإرادتي. ساعتها أنا اللي حاجة أقول لكم هو ده اللي أنا عايزاه. Thank you.
متشكر. هو حضرتك تلميذ جديد هنا في المدرسة؟ نعم. قصدي المفتش. هو حضرتك؟ أنا توفيق الشناوي، مدرس الإنجليزي ومنقول من المنصورة بقرار وزاري، وسعيدنا بأزميل ليكوا في المدرسة. أهلا وسهلا سميرة. عبد التواب، عارف وعارف عنك كمان يمكن أكتر ما تعرفي عن نفسك.